السوق المصري او الجديد او للدوله، او جرعه الامل الوحيده اللي اقدر اقولها لحضرتك، ان الازمه الاقتصاديه العالميه دي خلت الدوله المصريه تشتغل. ان كانت الدوله كان عندها برنامج لاصلاح اقتصادي، فزي ما نقول الازمه الاقتصاديه العالميه كانت الكرباج اللي صرعها. ببساطه هو ده، انت بتنزل في اي شارع بتلاقي شغل. تتفق او تختلف ايه الاولويات، ده رايك يحترم، لكن في الاول وفي الاخر الدوله برضو بتلعب بالورق اللي عندها. انا اقدر اشتغل في ده دلوقتي واقدر اشتغل في ده دلوقتي بعدين، دي نقطه. فانا بقيت انزل في اي مكان الاقي شغل، الاقي شغل في الشارع يعني. عندي بنيه تحتيه بتتطور، وخد بال حضراتكم، كان انا بحب اقول الكلام ده واكد عليه الساده المشاهدين، ان البنيه التحتيه دي مرحله في عمر الاقتصاد بتاخد فلوس كتير وعوائدها قليله جدا. المفروض يجي بعدها المرحله الاستثماريه. احنا بنسلك شرايين الدوله اللي هي يمكن انت النهارده المفروض ما فيش شارع عندك يقف ولو لدقيقه، دي نقطه من النقط. النهارده بتعيد بنيه استثماريه، بتحط نفسك على الخريطه الاقتصاديه، بتتكلم النهارده في مشاريع الغاز، ويمكن احنا ده من اكتر المجالات اللي احنا نجحنا فيها وعملنا فيها اداء مبهر جدا. بتتكلم النهارده في بنيه تحتيه طرق وكباري وانفاق بشكل ضخم، بتتكلم في عمليه تطوير سياحي. انت بلد البترول بتاعها هو السياحه، فانت النهارده بقيت بتطور كل حاجه، حتى الحاجات اللي ساقطه من ذاكرتنا بتطورها البلد، فده كويس جدا. البلد بتشتغل، انت النهارده بتنزل تلاقي كل مكان فيه شغل. فده المؤشر اللي انا بقول لك عليه. مش هتكلم بقى في المؤشرات العالميه والمؤشرات المحليه والقطاعات البنكيه وغيره، العكس. لكن الشغل اللي حاصل على الشغل ارض الواقع اللي لا يخفى على انت النهارده خلال 3 4 سنين يبقى عندك اكتفاء ذاتي من القمح، يعني ده دي معجزه، دي لوحدها معجزه. احنا فضلنا رقم واحد في العالم في صناعه القمح، دلوقتي تراجعنا رقم 2 بعد الهند، هي الهند هي اللي سبقتنا، بس برضو واحد او اثنين على بلد بحجم استراليا. وما زلنا على الطريق، وان شاء الله طبعا خير. طبعا ان شاء الله، ان شاء الله بكل التوفيق لمصر والقياده السياسيه والشعب المصري كله، بعد الازمه نكون في مرحله ثانيه وفكر ثاني، ويكون المستثمر هو المواطن، والمواطن هو اللي يدير المستثمر الحكومه. اكيد. بوعيه الاقتصادي وفكره. اكيد. يعني.